كان وقت خطوبتي كان في يعني شكل كده معين اللي هو بنحط في فيه الدبل، بنحط فيه الدبل الحاجات دي كلها. فوقتها رحت اتفرج على الاسعار والحاجات دي، لقيت الحاجات غاليه جدا شوية. فقلت انا هنا بس، انا هنا ابتكر بقى. فلقيت كان في راجل بسيط جدا بيبيع الحاجات، عارفه الخوص اللي هي الخوص. فجبت الشكل اللي عاجبني، كان ثبت كده مربع وليه ايد. وبعد كده قمت رايحه على محل قماش لطيف وبرضه بيبيع قماش رخيص جدا، جبت اللون اللي انا عايزاه وقمت طبقه ساتان كده عليه وبمسدس الشمع، ومن فوق برضه كان شريط ساتان. والله فنان والله. وقمت جايبه بقى لولي، عارفه اللولي؟ لولي كبير وصغير، وابتديت ان انا احط من بره واحط على الايد، وفي الاخر طلع شكله لطيف جدا وارخص بكتير من اللي انا لقيته. لا برافو يا جاهز والله، كان شكله حلو شطوره. ولحد دلوقتي انا محتفظه بيه، شايلاه اللي هو يعني ده حاجه كده بتمثلني. ليه يا فاروق دلوقتي على الفرح بقى ان شاء الله.